بعد دعوات رئيس الجمهورية للانعقاد وفقا للدستور وبمشاركة رئيس البرلمان الإفريقي، انطلقت أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. جلسة ناقشت موضوعين رئيسيين وهما قانون الخدمة المدنية وقانون الهجرة غير الشرعية. جلسة وافق فيها مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن صوت 401 عضو على القانون نهائيا. وأكد خلالها دكتور علي عبد العال أن الهجرة غير الشرعية لا تتعلق بظروف المعيشة بقدر كونها تتعلق بنظام التربية والوعي وفهم حقيقة الأوضاع. وفيما يخص إلهام عجينة، أعلن عبد العال تلقي هيئة مكتب مجلس النواب عدة بلاغات ضده بسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية عن الفتاة المصرية قبل التحاقها بالجامعات المصرية، على أن يتم إحالته للجنة القيم للتحقيق معه في هذا الشأن. دور انعقاد جديد رفع فيه أعضاء مجلس النواب شعار لا بديل عن محاربة الفساد، وذلك في جميع قطاعات الدولة، عاقدين العزم على إنجاز كثير من القوانين المهمة على رأسها قانون الإدارة المحلية. جلسات برلمانية أكدها عدد من النواب رفعها بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة للاحتفال بمرور 150 عاما على نشأة مجلس النواب، والذي يشارك فيه رؤساء برلمانات العالم وشخصيات دولية. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير فتح لنا باب الكلام عن الساعات الأولى واليوم الأول لانعقاد الفصل التشريعي الثاني لبرلمان مصر. والحقيقة أنا بتفرج النهاردة على لقطات من هذه الجلسة، افتكرت مباشرة رحمة الله عليه الزعيم معمر القذافي لما قال لك دقت ساعة العمل، دقت ساعة الكفاح. والحقيقة أنا في رأيي أنه كثير جدا من النواب عندهم هذا الدافع، عندهم استعداد كبير لفصل تشريعي مختلف، وده اللي هنناقشه مع ضيوفي الكرام في نواياهم وأفكارهم وخططهم بعد ما مر فصل تشريعي بما له بما عليه. لكن الجميع يتفق على أن في وقت كثير أهدر ولا مجال لإهدار المزيد من الوقت. ضيوفي اللي مشرفيني سيادة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصير الأحرار، أهلا بك يا علاء. ازي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيب. شرفنا ايضا سعادة النائب اسماعيل نصر الدين من ائتلاف دعم مصر، اهلا بك اسماعيل بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ وسيادة النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل 2530، اهلا بك يا ضياء بيه. اهلا، كل سنة وانتم طيبين ومبروك انعقاد الدور الثاني، وكل سنة وانتم طيبين. 6 اكتوبر راس السنة الهجرية وعندنا مناسبات كثيرة جدا. خلينا نبدا مع حضرتك اسماعيل بيه بالكلام اللي انا قلته في فكرة انه اهدر وقت كثير، وحضرتكم كنتوا طول الوقت بتشتكوا انه في اعباء غصب عنكم انتم متحملينها في الدور الاول، ان الاوان ان احنا نفوق لشغلنا الرئيسي بقى تشريع ورقابه بجد. انا معاك في رؤيتك ديت، وفعلا نقول ان الدوره الاولى يعني كانت مكبله باحمال غير عاديه، وكان لابد من الانتهاء منها، يعني مش عاديه وممكن تاجل منها جزء، لا ده معظمها قوانين ونص على الدستور ان يتم مراجعتها والوافق عليها. أنا بعتقد ويعني أثق تمام الثقة أن الدورة الثانية هتكون دورة فعلا كما يتمنى الشعب المصري، بمعنى أن أنا النهاردة ما وريش غير التشريعات والقوانين بقى اللي تصلح حل البلد. مظبوط، احنا رجعنا القوانين اللي كانت موجودة في البلد، وطبعا ما كانش فيه قوانين، ما كانش فيه مجال حتى تناقشها، ولدرجة أن احنا عشان كنا بنقول عليها موافق بنقول موافق عشان القانون بيتطلب اننا امشيها. لكن لابد ان هذه الدورة ان شاء الله هتشتمل على يعني مجموعة قوانين اعتقد هامة جدا عشان تحقق طموحات هذا الشعب اللي ادانا ثقته، وهذا المجلس ما بيقالش عليه يعني مجرد القول، انه اول مجلس يأتي بإرادة الناس، وخلينا نبقى محقين وبنقول دي واقع حقيقة احنا عشناه، ناس القدام اللي زينا شفناه، وبأكد لك فعلا هذا الكلام. فأنا بعتقد لا مش بس كده، أول مجلس فيه قدر كبير من الحرية والسيادة، يعني ما فيش جهة مسيطرة عليه، ما فيش ضغوطات سياسية، ما في يعني بقدر الإمكان طبعا فيه شوية يمين شوية شمال ما نقدرش ننكر، لكن على الأقل ما فيهوش الضغوطات والتكبيل بتاع المجالس السابقة. بالظبط. طيب خليني أروح لعلاء بيه وأسأله انه هل فعلا متفق انه المحك والاختبار الحقيقي للمجلس هو الدور الثاني؟ يعني خلينا بس الاول نكون محقين ونقول ان الدور الاول انعقد من 10 يناير. صحيح. وليس من بدايه اكتوبر زي ما احنا موجودين، وبالتالي احنا اختزلنا 3 شهور. طب احنا عملنا ايه في دور الانعقاد الاول؟ قرارات بقوانين، لائحه من 71 مظبوط موجوده،
70 قرار بقانون، اتفاقيات دوليه في كل المجالات، صناعه، تجاره، تسليح، زيارات خارجيه، زيارات لبرلمان اوروبي، برلمان افريقي، استقبال ملوك ورؤساء في البرلمان. لا كان في عمل. يعني عايز اقول ان المحصله في الاخر لما نيجي لا ما خد بالك هو عشان ما يفهمش كلامنا خطا، احنا مش بنقول انه كنتوا بتلعبوا، لا انا قصدي انه في بسبب الاعباء والبروتوكولات والزيارات واللجان واللائحه وكذا صحيح. كان عندكم شغل تاني كنتوا عايزين تعملوه لم تجدوا الوقت الكافي له. صحيح. يعني انا مثلا احنا اختتمنا بدور الانعقاد مثلا بقانون بناء الكنائس من 1856 منتظرين هذا القانون. مزبوط. ولكن هذا دور الانعقاد بقى، الدور الانعقاد اللي انا بقول لازم هذا الدور الانعقاد يخصص لمثلث التخلف في مصر اللي هو الجهل والفقر والمرض. عايزين قوانين في هذه الجزئيه، قوانين في الحقيبه الاقتصاديه بتاعت مصر، قوانين يشعر بها المواطن. لان انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، المواطن احنا عملنا لائحه، عملنا قوانين، عملنا زيارات، ما يهموش. يهمه الزيت يبقى بكام والسكر بكام والرز بكام. ده اللي احنا هنعمله بقى في دور الانعقاد الثاني عشان يبان الفرق. عشان نعمل ده لازم تكون في حكومة، هذه الحكومة على قدر المسؤولية تتساوى مع المجلس. طب استناني بقى في السرعة، ده مربط الفرس بس. طيب. اسمع كلام ضيا بيه بعد ما رحب بيه واسأله كمان ايه رأيك وتقييمك ونسبة رضاك عن الدور الاول ورؤيتك للتاني. يعني خلينا في البداية ان احنا نهني الشعب المصري بذكرى نصر اكتوبر العظيم. تمام. ونخلي من ذكرى النصر استلهام فكرة التضحية والفداء. وبعيدا عن مرحلة جلد الذات، خاصة ان احنا بتكتل 25-30، اصدرنا بيان في نهاية دور الانعقاد الاول. يعني نظن من وجهة نظرنا ان احنا كنا منصفين، قيمنا الاداء في تجربة ديمقراطية جديدة، شفنا ايجابياتها وشفنا سلبياتها. وبداية دور الانعقاد الثاني بنأمل بقى ان احنا ننتقل من مربع الف لمربع ب، ولكن ما ننتقلش من مربع كمي لمربع كمي، ننتقل من مربع كمي لمربع كيفي. أنا مش سعيد بإني أصدرت العديد من التشريعات دون أن يكون لها مضمون فيه رضا الناس. لا، أنا محتاج إن أنا قليل من التشريعات تلقى القبول الشعبي وتخفف أعباء. صحيح. إحنا صحيح. عندنا النهارده الدور الانعقاد الأول أرهق كاهل المصريين بكثير من تشريعات فرضت أعباء جديدة. أصبوع. ما كان للمصريين أن ينتظروا من أول برلمان بعد ثورة كبيرة في موجتها في 25 يناير وفي 30 يونيو أن تكون المردود بهذا الاتجاه. أحسنت. وعدت الحكومة أن يكون هذا هو الدواء المر التي يأتي من بعده الفرج. بس أنا متفق معاك أنه في النهاية المواطن في الشارع ما يهموش الكم، مش بس ما يهموش الكم، لا وما عندوش الفصل قوي ده، هو مشيل البرلمان مع الحكومة القصة، قالك ما أنتوا اللي مررتوا القوانين فأنتوا اللي زودتوا الضرائب علينا. فلذلك حتى احنا كنا التكتل مع زملاء آخرين من اللي عندهم رؤية مغايرة بيطرحوا من خلالها بدائل، لأن احنا ما كناش بنرفض الفضاء. احنا أحيانا نتهم بأن احنا بنرفض من أجل الرفض. احنا حطينا أمام الحكومة بدل قانون ضريبة القيمة المضافة قانون التصالح في قضايا المباني اللي تقديراته بتساوي حصيلة قانون ضريبة القيمة المضافة في 5 سنوات كان ممكن تلجأ إليه. هنا أي قرار سياسي مرهون بإرادة في مواجهة. صحيح. أنا استسهلت المواجهة إن أنا أعمل ضريبة غير مباشرة بتحصل يوميا، نختلف نتفق حوالين الأكثر تضررا من هذا التشريع، لكن في النهاية إحنا شفنا خلال أيام بسيطة من تطبيق القانون مع حكومة ضعيفة في قدرتها على بسط الهيمنة على الأسواق. طبعا. يعني مش عايز أوصف بأوصاف تبدو غليظة، خلينا نستخدم ألفاظ لينة ولكن تؤدي لذات المعنى. خطتك ايه يا حكومة؟ البرلمان بيطرح وفي عشرات بل مئات مشاريع القوانين موجودة في أدراج المجلس محتاجة ان هي تخرج. طيب انا هنا هتوقف عشان حضرتك برضو اثرت نقطة مهمة، وخلينا نبدأ الجولة الثانية من الحوار بالنقطة دي، انه وخليني ابقى صريح علشان الكل يعني اسئلة الناس وربما انتقاداتها كمان لحضراتكم وموجودين للرد عليها، انه كتير من المواطنين والناخبين في دوائركم بيقولوا انه المجلس ربما جامل الحكومة كثيرا في دور الانعقاد الأول وأعطى أولوية لمشاريع القوانين اللي قدمتها الحكومة، اللي من وجهة نظر الحكومة بتعمل إصلاح ضريبي وبتعمل دواء مر زي ما قال الأستاذ ضيا، لكن فين مشاريع كنتوا؟ فين قوانين كنتوا؟ ليه ما اديتوش الأولوية لمشاريع القوانين اللي تفيد رجل الشارع ومررتوا أكثر مشاريع الحكومة؟ طبعا انا هبتدي من يعني اللي انت قلته دلوقتي هو كان ملخص الحوار اللي عملناه الجولة الأولى من الحوار. ما كانش عندك طرف ان انت
تشتغل في مشروعات قوانين وانت عندك حجم قوانين لازم تراجعها. و لا يا رئيس، لا يا رئيس، اسماعيل بيه، اسماعيل بيه النبي، انا قديم، انا قديم، انا هقول لك طلع لي مشاريع القوانين والقرارات الجمهوريه ومش عارف ايه والحاجات بتاعت اول 15 يوم. انا مش بتكلم عنهم، انا بتكلم بعد كده. كانت الاولويه وفقا لكلام الناس انه مشروع الخدمه المدنيه سواء رفضتوه ولا مش رفضتوه، بس في النهايه ده مشروع مقدم للحكومه كان له اولويه في التصويت والمناقشه. رقم اثنين مشروع القيمه المضافه كان له اولويه في المناقشه والتصويت. مشروع الكنائس جاي من يعني في النهايه كل ما قدم من الحكومه هو اللي كان له اولويه. اما مشاريعكم اللي احنا مستنيينها زي ما قال الاستاذ ضيا تطلع من الدرج المجلس اجلتوها. اجلناها، بس عايزين ناكد بقى ان مع بدايه هذه الدوره، صدقني وانا بقول واقع ومش بتكلم كلام خيال ولا احلام، لا الناس هتشوف مجموعه من القوانين اعضاء هذا المجلس بلا استثناء. وانا على فكره ضد تصنيف اعضاء مجلس النواب ده دعم وده مش عارف ايه وده، لا لا، انا واثق ان كل اعضاء مجلس النواب اللي انا شفتهم وتعاملت معاهم خلال دوره قلبهم متحد على حاجه واحده اسمها مصر وشعب مصر. القوانين اللي سعادتك بتقولها كلامك مظبوط، الحكومه مقصره. انا اللي بقول لك بكل صدق الحكومه قصرت في حق هذا الشعب، ولكن اذا حسبنا التقصير ده جاي عوامله ايه وعناصره ايه هنلاقي امور كثيره. لا ممكن نرجع لورا كتير. فانا عايز اقول اني لا، الناس هتشوف، وانا باكد ان الناس هتشوف فعلا مجموعة من التشريعات والقوانين، لان هو ده المطلوب مني كمجلس نواب. طيب خلينا خلينا نتكلم كلام اللي بجد استاذ علاء، انه سيادة النائب بيقول الناس تعبانة، وسيادة النائب بيقول ان الحكومة قصرت في اشياء كثيرة، وحتى في مشاريع القوانين التي قدمتها كان في اولى مشاريع قوانين اخرى تقدمها. فالناس بتقول لك ومع ذلك انتوا في المجلس وافقتوا على برنامج الحكومة ودعمتوا واعطيتوا الثقة للحكومة، فمعنى كده ان انتوا راضيين عما تفعله الحكومة. طيب خلينا نقول ان برنامج الحكومة زي ما قلنا قبل كده ما هو الا خريطة الطريق. مظبوط. ولكن آلية تنفيذها هي المسؤول عنها الحكومة ورقابة من جانب مجلس النواب. انا النهارده موقفي معلن وواضح وصريح، انا عندي 10 وزارات لازم يتغيروا وانا طالبت بيهم، اول واحد انا طالبت بيهم. موقفك هنا انت بتتكلم عن علاء عابد ولا حزب المصريين الاحرار؟ موقف حزب المصريين الاحرار في ذلك، عندنا 10 وزارات لازم يتغيروا، الوزارات المجموعه الاقتصاديه لازم تتغير لا محال، وقلنا الكلام ده وقلت للسيد رئيس الوزراء وقلنا في المجلس الكلام ده. ايضا عندنا وزارات. مش عندكم اليات برلمانيه لده سحب ثقه وطلبات استجواب واحاطه وكذا؟ عندي سحب الثقه طبقا للماده 156، ولكن هل سحب الثقة، أنا آسف هنا إجرائيا، سحب الثقة ممكن تعملها على تكتل وزارات ولا لازم الحكومة كلها؟ لا هو بص حضرتك، أنت ممكن تسحب الثقة من وزير واحد وممكن تسحب الثقة جملة من الوزارة نفسها. لكن مفيش من خمسة ستة. لا لا ممكن لا تسحب ممكن. الثقة من خمسة ممكن تسحب من وزير واحد، ولو رئيس الوزارة والوزارة تضمنت معاه سحب الثقة من الكل. مبروك. إنما لو هذا الوزير الوزارة تخلت عنه خلاص. تمام. زي خالد حنفي. بس ده استقال، ده مش سحب ثقه، هو يعني سبقونا استقال، سبقونا خطوه بس يعني مشيها استقال. احنا نتمنى بص يا استاذ تامر، انا عايز اقول لا اصل على فكره خلينا نبقى شفافين مع الناس، انه هو الوصف اللي انت قلته انه اذا الحكومه تخلت عن خالد حنفي كان عندكم قبلها ب 48 ساعه صحيح، وقال لا هستقيل ولا هقال صحيح، فجاله اوردر لا ريح علشان ما نشيلش احنا الشيله كلها صحيح. خلينا نقول بس احنا النهارده قلنا ادينا الفرصه للحكومه والرجعه كل 6 شهور. انا اللي قدامي ايه دلوقتي؟ المواطن اللي في الشارع. طبعا. المواطن اللي بيضج، اللي انبوبه البوتاجاز ب 70 جنيه و 80 جنيه، اللي الرز مش موجود والسكر النهارده ب 12 جنيه. هذا المواطن لو لم يكن رضا في رضا عن مجلس التشريعي وعن الوزاره، المواطن هو اللي مطحون في الاخر. مزبوط. فالمواطن ليه الخدمه؟ الخدمه دي هتوصل ازاي؟ من خلال اللي احنا قلناه بقى، بيان الحكومه اللي قدمته لينا ووافقنا. بيان الحكومه بيقول ايه؟ ان انا هيكون هناك حوافز للمواطنين، زي مثلا بعض الحوافز التي تعطى كدعم مادي، مثلا زي معاش تكافل وكرامه. انا عايز المزيد من ده. انا لو وصلت النهارده، لان انا عندي بعض القوانين اللي انا بقى بقول اللي احنا مقدمينها فعلا، ولكن احنا عندنا هيئه مكتب المجلس بتنظر القوانين. الخدمه المدنيه ما كانش قانون مقدم من الحكومه، ولكن قرار بقانون تحول لقانون فيما بعد. هذه القوانين الاقتصاديه والاستثماريه هي بدايه الفصل التشريعي الثاني. القوانين الاستثماريه اللي احنا حاطينها والقوانين الاقتصاديه هتخلي وزير قطاع الاعمال اللي عنده ثروه كبيره وما بيستغلهاش يستغلها،
المصانع الكبيره قوي، مصنع الحديد والصلب اللي احنا كنا بنقول قلعه الصناعه اللي كانت في يوم من الايام بتدخل دخل لمصر، بتصرف على نص مصر النهارده، مصنع الالومنيوم الحديد والصلب، كل اللي عمله جمال عبد الناصر وطلعت حرب اهمل. صح. بص حضرتك النهارده كان اي حاجه بتتقال صنع في مصر، لا مثلا لا مصنع الغزل والنسيج مثلا، انا كنت عامل حلقه من اسبوع حاجه دمار مصر النسيج، مصر العمريه، حتى صناعه السينما في مصر كانت بتحمل لفظ مصر النهارده. ده لازم يرجع حضرتك من خلال وزيره الاستثمار وزير القطاع العام قادر على كده ويوجد فرص عمل هتخلينا انت شايف. انت قلت من شويه ان انت رايك قولا واحدا المجموعه الاقتصاديه كلها تتكل على الله، تتكل على الله. طيب استاذ ضياء قبل الفاصل عايز اسمع رايك في فكره برضه، هل من وجهه نظرك جامل المجلس شويه الحكومه في تمرير مشروعات القوانين الحكوميه؟ احنا كان موقفنا مختلف شويه لان احنا ما اختلفناش مع الحكومه كشخص. مين احنا؟ احنا كتكتل 25 ماشي. 30 يعني، بس اسمح لي اسماعيل بيه انه في النهايه يعني حتى الائتلافات دي كلها احنا بنبني، احنا في حاله مخاض ديمقراطي، من السهل جدا ان انت تعمل انتخابات ديمقراطيه، انما الحياه الديمقراطيه حاجه ثانيه. تمام. الحياه الديمقراطيه مناخ عام من المدرسة للمسجد للكنيسة للمؤسسات اللي بتعبر عن الناس. هتزعل مني يا استاذ ضياء؟ لا مش هزعل صح؟ هتقولي الستينات ولا لا لا الستينات يا راجل لا. أنا هتكلم على فكرة إنه ما تتحدثون بيه وإحنا كمان معاكم بعيد عن لغة الشارع، بمعنى إيه؟ إنه الشارع يقول لك أنا مالي 25 30 ولا دعم مصر ولا المصريين الأحرار ولا مش أنت كلكم إيه بالنسبة لي شارع واحدة اسمها مجلس النواب. أنت عارف إيه اللي دفع؟ أنت عارف إيه اللي دفع؟ يعني لما أجي دلوقتي أسمع وأنا قاعد أقول لك الاستاذ ضياء بيقول لا احنا كان لينا موقف في 25 يا فرحتي، انا اسف مع كامل احترامي هقول لحضرتك انا فرحتي في النهايه النتيجه حصلت ايه؟ ان انا اتضريت في الشارع. هقول لحضرتك على حاجه يعني انت وصلت بس رساله واصله بس انت هترجعنا خطوه لورا، هنتكلم على ضوج الانعقاد الاول. لو كنا بنذيع جلساتنا وكان في تصويت الكتروني، انا مين اللي بيقيمني؟ مين السيد في هذا البلد؟ الناخب الشعب. والدستور قال كده، يبقى مين اللي هيبسط رقابته على الكل؟ الناس. تمام. اللي بيخليك تميز نفسك انك عايز تقول انا لا ده انا ما كنتش مع القانون ده، ده انا ما كنتش مع التشريع ده، احنا الفلانيين اللي اسمائنا كذا وكذا وكذا اللي خدنا الموقف الفلاني لان الناس مش شايفه ان ما تواصلتش معاك. طب انت ما بتزعلش هنا بقى كنائب حتى لو افترضنا جدلا ان كل ارائك او كل ارائكم في التكتل كانت متوافقه مع الناس وكذا وكذا؟ مش مش, مش مش دي القضيه، مش دي القضيه. انا بسال بقى في النهايه، طب انا عايز نتيجه ولا عايز اداء؟ الناس بتقول لنا زي ما انت بتقول كده، مش كده؟ انا ايه النتيجه؟ معارضتك دي عمليه لايه؟ مظبوط. ما انت ما قدرتش تفرمل. ما في النهايه انا لا املك الا صوتي او مجموعه الاصوات التي اتخذت موقف من وجهه نظرها يصادف صحيح الناس. الحل. لا خليني ارجع للسؤال نفسه. لان علاء بيه خدنا انه عندهم رغبه بانه في مجموعه اقتصاديه بذات السياسات، البيان والموازنه هو تعهد الحكومه الذي اقره مجلس النواب واحنا رفضناه من وجهه نظرنا. تمام. هذه التعهدات احنا من البدايه شايفينها ان غير مصلحه الناس، الحكومه محتاجه تغير سياستها مش اشخاصها. فلذلك يعني ماذا حدث بتغيير خالد حنفي؟ اقيل او القي به من الحكومه حتى تنجو مركب الحكومه وطعبه. الحكومه قادره ولا غير قادره؟ هو ده السؤال، هو ده دور البرلمان في التقييم. هل الحكومة دي بعد ست شهور أو بعد سنة؟ بس مع كامل الاحترام برضو طبعا، عشان بس أنا عندي فاصل. بس هي نقطة مثال الدكتور خالد حنفي مع كامل الاحترام للأشخاص كلهم مش مثال صائب قوي. ليه؟ لأنه خالد حنفي ما تشلش، ما أجبرش على الاستقالة أو استقال أو أقيل أو كذا لخطأ في السياسات في قضية فساد. بس يبقى هنا برضه بنتكلم في انه مش القصة في فكرة ان احنا مش عجبانا سياسات وزارة التربية غيرنا الوزير. انت هربت ده علشان لجنة التقصي الحقيقي عملت كده وموضوع سمير رميس. معلش انت لا هات موضوع سمير رميس على جنب. هذه التهم التقرير، لكن هل اقيل خالد حنفي بسبب خطأ سياسات؟ احنا ما ناقشناش تقرير لجنة التقصي الحقائق في المجلس. تمام. كان يتعين في المجلس اثناء مراقبته بقى لاداء الحكومه ووضع خطط لاداء هذه الوزاره كاحد الوزارات المكونه للحكومه في فكره تصويب المسار في اداء الحكومه، فتتعهد الحكومه انها قد اخطات وقد اثبت هذا تقرير لجنه التقصي الحقائق. لما 100 صومعه يبقى فيهم 500 و600 مليون يبقى الباقي فيه فساد قد ايه؟ فكرة طيب. مراجعة المنظومة، فكرة أن تواجه الحكومة نفسها، فكرة أن تلتزم وتتعهد من تلقاء نفسها. طيب هنا في سؤال بس هجيله بعد الفاصل، إنه البرلمان هاج وماجا، أنا برضو والله مش أنا ده الناس، البرلمان هاج وماجا على وزير التموين ولجنة تقصي الحقائق عملت شغل رائع وكان أعضائها تقريبا يوميا في وسائل الإعلام وعند النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع كذا. مشي خالد حنفي نام الموضوع
سمعناش حاجه بقى لا عن صوامع ولا عن خالد حنفي حي يرزق قاعد في بيته ومنعم وكذا. ما عنديش معترض لو بريء جذبته على راسه، بس هو بريء ولا مدان؟ طب انتوا سكتوا ليه بعد ما مشي؟ لا بس في حالات للنيابه وناس محبوسه، معلش في تحقيقات هنا المسؤوليه، معلش لا لا في قبل ما تقفل. انا مش هقفل، انا لسه حوارب بس هرجع تاني. احنا قايلين حاجتين بس وزميلي معلم. طب جمله واحده بس يا استاذ علاء بي، انه في مسؤوليه جنائيه تحققها النيابه العامه، اين المسؤوليه السياسيه؟ طب ما ده اللي انا بساله. ما هو ده دورنا كبرلمان. طيب انا بقول عندما يغلق الملف دون ان تحدد المسؤوليه السياسيه، والحكومه هنا حكومه متضامنه مع كل وزراء، هتشاور عليك طبعا. بس طب كده فاصل ثم نعود. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل في القسم الاول من حواري مع ضيوف الكرام اعضاء مجلس الشعب او مجلس النواب. اتكلمنا عن الفلسفه العامه اللي دارت فيها الدوره البرلمانيه الاولى او الفصل التشريعي الاول، والعلاقه ما بين المجلس والحكومه، وجهه نظر ضيوف الكرام في بعض السلبيات اللي حصلت وكيف يمكن تلافيها في الدوره الثانيه. خليني ابدا القسم الثاني او الجزء الثاني من حواري ببعض الموضوعات اللي اثيرت هذا اليوم في الساعات الاولى من الفصل التشريعي الاول، ومنها مثلا موضوع تحويل النائب إلهامي عجينة لجنة القيم. وبعيدا عن الدخول في تفاصيل ما قال النائب إلهامي عجينة، احنا بنتكلم من حيث المبدأ. في البعض وهم كثيرون بيقولوا لا ده لازم وجب العقاب، وانه اساء للفتاة المصرية واساء حتى للمجلس اللي بيمثله باعتباره عضو نيابي. وفي رأي رغم ان هو صغير بس يحمل وجهة نظر، بيقول لك يا جماعة هذه حرية، واذا كان النائب نفسه مش هيعرف يقول اراءه وافكاره بحرية وهيتعاقب كده، يبقى ده هيبقى تكبيل لاعضاء مجلس النواب ان هم يقولوا افكارهم حتى ولو كانت خارجه عن السياق العام. راي حضرتك ايه؟ يعني انا هبتدي من حيث انت انتهيت. فضل. الحريه لا تعني ابدا ان انا اخالف مبادئ واخلاق وقيم احنا في مصر كلنا حريصين عليها. لا يمكن ان تكون الحريه تعني ان اتعدى على حريه الاخرين. تمام. ما هو اللي قاله ده تعدي على حرية الآخرين. صحيح. بكل يعني ثقة. بالإضافة إلى أنت رجل يعني ممثل لشعب، لا يمكن أن تعبر برأي، هذا الرأي يتعارض مع أبسط الأعراف والسمات اللي لهذا الشعب، لا يمكن ولا يقبل. صحيح. وإلا يعني شفنا مدى الأسى يعني والرفض الشديد من كل الأطياف. صحيح. خصوصا يعني كمان النائبات في البرلمان حسوا بإهانة شديدة، وكل نساء مصر. شيء غير يعني هناك. أنا للأسف أنا طبعا هو زميل، بس أنا حزين أن يصل بينا أو يصل به هذا الحال، أنه يدخل في خطوط مش بنسميها حمراء، ده خطوط سوداء. لأنها تمس. لا وما تنساش معين بأن هو روقنا احنا كمان الرجالة من شهرين. ظبطنا يعني مش بس الستات، ومش سايب يبدو فترة عشته بره فترة طويلة يظهر مأثرة على فكره، لكن ما أثاره البرلمان اليوم وما أثير أنه تحويله إلى لجنة القيم هو شيء طبيعي جدا، عشان من يخطئ يجب أن يحاسب. إحنا كمجلس نواب لما نعمل كده، أنا رأيي أن ده إشارة للكل أنه لا أحد فوق المساءلة، وإن فعلا عايزين نخليها سنة جيدة إن اللي يخطئ لازم يحاسب. طيب. عشان في حد منكم له تعقيب على هذه القصة؟ أنا بس عايز يعني النهاردة هتكلم عن المرأة المصرية أو نساء مصر. لازم نبقى عارفين إن نساء مصر إذا 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 كان مسموح لينا إن إحنا نديهم حقهم النهاردة، ونقول إن منذ فجر التاريخ ونساء مصر منهم أميرات وشاعرات ونائبات ووزيرات و سيدات كتير قدموا أبنائهم شهداء لهذا الوطن. صحيح. فهذه الإساءة التي تعرض ليها النائب إلهامي عجينة، أنا الحقيقة يعني أنا يعني مش عارف أتكلم إزاي، بس أنا ليا 90 نائبة زميلتي في المجلس، الحقيقة أنا شفت مدى الغضب اللي هو فيه، والحقيقة أنا اللي هم فيه طبعا اللي هم فيه وكلنا فيه. الحقيقة لما اتكلمنا في هذا الموضوع اكتشفنا أن هناك تصريحات ترددت من النائب الهامي عجينة كثيرة في هذا الموضوع، بداية من القبلات داخل المجلس، قبلات بتنقل الأمراض بين الرجالة وبين بعض، والسيدات والختان والملابس، ولكن كان يجب أن يكون هناك وقفة، وهذه الوقفة قد تعيد للنائب الهامي عجينة
لنقطة البداية من جديد، لأن لازم يكون في وقفة مع نفسه حتى هو. صح. لأن هو متزوج هو تعتقد وأم. هو تعتقد أنه هذه الوقفة هتعيد الهامي عجينة إلى نقطة البداية ولا هتعيده للشارع؟ لا أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا ما أقدرش أصادر على لجنة لا أنا القيم، أنا بقولش النتيجة، أنا بقول لحضرتك أنت تخيلك أنه هذه الخطيئة اللي ارتكبها الهامي عجينة ممكن يكون أو من وجهة نظرك إذا ما صوتت على القرار، أنت شايف أنه يجب توجيه اللوم والعتاب له؟ هل حرمانه من دورة ولا هذا الخطأ كفيل بإسقاط عضويته؟ يعني أنا أتوقع أن يعني أنا علي عبد العال بقول لك صوت يا أستاذ علاء، يا أستاذ تامر قانون يا دكتور علي لو سمحت. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، في مواقف لازم يبقى فيها العقاب، لأن إحنا عارفين من آمن العقاب أساء الأدب. صحيح. فلازم يكون هناك وقفة، هذه الوقفة هي مفيدة للهامي عجينة أكتر واحد. يعني إذا أنت بدون دخول في تفاصيل أنت مع العقاب الرادع؟ طبعا مع التحقيق والتأكد من الواقع والتأكد، لأن هو رجع قال أنا ما قلتش الكلام لا ده. لا معلش معلش والتأكد، وإذا ثبت صحة أقواله وأصر على هذه الأقوال وقدم الاعتذار يكون في عقاب برضه. طيب. ومناسب لهذا الجرم. أقبل يعني نعدي. لا هي بس في عجالة، أنا أولا عضو لجنة قيم، فأنا بمثابة القاضي. صحيح. فساعتها لازم تستشعر الحركة، إلا أني لازم كلنا، ويعني قد لا يكون لي أن أنا يعني باسم النواب أو باسم المجلس، أن احنا نقدم الاعتذار للأسرة المصرية وللبنت المصرية. صحيح. يعني والنبي والرجالة كمان عشان احنا نتظبط، ويعني احنا نتحمل شوية. معلش. لا يعني معلش. اهو ابن ذات الجنس فنتحمل مع بعض. معلش. ما أصلا. لا إلا في دي نتحمل أي حاجة إلا لازم دي. لازم نوصل لهم أن ده مش المناخ اللي فيه مجلس النواب، وان لا يمكن ان يختزل مجلس النواب تحت هذه العناوين رغم كل التناقضات في هذا المخاض الصعب لمجلس النواب، الا ان مش دي الصوره السوداء اللي بتحاول. طيب. تصدر عنها. خليني بقى ابدا عشان الوقت بيخلص بسرعه وعايز اناقش المحور ده. ابدا معاك في ما قاله النهارده الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الموقر، الموقر ده تعود على الدكتور علي وعلى المجلس، فيما يتعلق بالاعلام. وانا اتكلمت شويه في المقدمه عما قالوا واتفقت معاه في 90% من اللي قالوا في وجود قانون يضبط الاداء الاعلامي. كلنا بنشتكي واولهم احنا كاعلاميين او مذيعين من الفوضى، وان كل من هب ودب دلوقتي بيشتغل اعلامي او صحفي، اي حد بيمسك قلم، اي حد بيقعد على كرسي التلفزيون وبيقول اي كلام. ففكره الضبط والربط ووجود قانون ده متفق عليه متهيالي. لكن اللي قاله الدكتور علي فيما يتعلق بعلاقه المجلس بالبرلمان والمكنون جوه الدكتور علي في انه الاعلام المصري كان بيحاول يهد البرلمان وان احنا جايين لكم بقوانين واستنونا وكذا، الوكيل سليمان وهدان سمعته المداخله بتاعته معايا على التليفون وقال انه لم يقصد الاعلام بشكل عام، قصد الفئه الضاله في الاعلام او الدخلاء على الاعلام. صحيح. انا عايز اسالكم انتوا كنواب، هل حاسين فعلا ان في احتقان ما بينكم كمجلس وكنواب وما بين الاعلام؟ هل في ضغينه ما؟ هل بتسنوا السكاكين علشان في القانون تظبطوا الاعلام؟ لا يجب ان يكون هذه هي مشاعر المجلس تجاه الاعلام باي حال من الاحوال. طبعا. لانما عندما نتحدث عنها يعني بنقصد الاعلام المنضبط، الاعلام الوطني المحترم الغير موجه اللي بيتناول القضايا كسلطه رابعه في هذا البلد. تمام. ومن ثم كان ادراكنا وقتما حدثت ازمه ما بين وزارة الداخلية وما بين نقابة الصحفيين، ألا نقف متفرجين، وبادرنا بالسعي إلى هؤلاء وإلى هؤلاء لغأب الصدع، لأن المستفيدين من حالة الاحتقان هم المتغبصين بهذا الوطن. بس أنت قلت جملة أنا محتاجة أفهمها، أنت قلت أيوة. لا يجب أن تكون هذه الحالة. أيوة. لا يجب معناها أنها موجودة ولا يجب أن تكون. لا شوف، لن ندفن رؤوسنا في الجبال. في حالة احتقان طبعا، في حالة احتقان الإعلام في ممارسات غير موضوعية وبتسيء للكل وللوطن وبتسيء للإعلام نفسه ولدوره، ده أكيد، ولكن في المقابل في إعلام نظيف وإعلام بيأدي دوره، وإحنا مزدور. مستفيدين من وجودنا فيه كنواب إن إحنا نوصل رسائل في ظل عدم إذاعة الجلسات، ومن ثم ودور المجتمع إن هو يرى ويسمع ويناقش ويتداول أمامه كل هذه القضايا بموضوعية، نظهر إيجابيات وسلبيات البلد بشكل حقيقي. لا يمكن إن أنا وأنا بفتتح مشروع جبار أبقى مهتم بس بالسجادة، ولا يمكن وأنا بدشن لمشروع كبير أبقى مهتم بكلمة أو هنة هنا أو لفظ هناك واعتبر إن ده فقط هو حرية الإعلام. صح. لا، حرية الإعلام أن أنا أتناول كل شيء، ولكن أن يكون هناك قانون، أن يفترض أن يكون هناك قانون يضع قيود على الإعلام، بكل تأكيد أنا أرفض هذا. طيب. على بيه. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة برضو لازم نبقى إحنا حطيناها قدام عينينا. إحنا القوانين اللي هتبقى بتاعت الإعلام هتبقى اسمها قانون ما بين الإعلام الصحيح وتصحيح المسار.
انا اعلام مصر هو اللي المفروض بينور الطريق. احنا عارفين كلنا وشايفين الاعلام بيعمل ايه في العالم. احنا بنقول لكم نوروا لنا الطريق واحنا هنمشي وراكم. يعني مثلا على سبيل المثال حادث المركب، غرق المركب الهجره الغير شرعيه، لما تيجي تتكلم النهارده الاعلام ليه دور. الاعلام بيقول لك اه غيره والحكومه فين ومجلس الشعب فين وبتاع، بس الاعلام قال للشباب دول ان الشغل اي شغلانه مش عيب؟ لا ما قالش. هل الاعلام القى ما تعممش بس يا ريس. هل الاعلام القى لا انا بتكلم على جزء معين من الاعلام طبعا. هل الاعلام عشان مش انا بس دي فلسفتنا في الحياه اليوم الاسبوع ان بنقول للناس لو معاك 50,000 جنيه تبيع امك ذهبها عشان تسافر تاني نفسك في البحر، لا 50,000 جنيه دول يعملوا لك مشروع صغير. صحيح. طبعا. عارف يا استاذ تامر انا النهارده في كلمتي في المجلس قلت ايه؟ لو شددنا العقوبه وانا عايز اشدد العقوبه، عارف ايه اللي هيحصل؟ ال 50,000 هتبقى 150 لان المخاطر زادت على الناقل. لا انا عندي ثلاث حاجات هشتغل عليها مثلا. تشديد العقوبه، التوعيه بقى من سيادتك ان انت تقول تعالى احنا عندنا 5 مليون مهاجر هنا في مصر وعايشين وبياكلوا وبيشربوا وبيشتغلوا. انت بتسافر ليه بره؟ صح. عشان انت بتنتهك فكره واحده الوظيفه الميري دي حته. فالاعلام ليه دور ودور قوي. انا عايز اقول لحضرتك انا يعني طيب سريعا بس تاكيد او نفي الكلام الاستاذ ضيا، في احتقان ما بين المجلس والاعلام نهائي؟ ولكن نهائي. النهائي ولكن هناك مدرسه في الاعلام احد الاعلاميين بينتهجها وجايب وراه 3-4 بيعملوا زي اللي هي الصوت العالي والنقد الهدام فقط لا غير. احنا ضد دي، احنا اعمل نقد بناء، انتقدني بما يتناسب مع الموقف وابني معايا وانا مستعد امشي معاك خطوه بخطوه. طيب اسمع رايك اسماعيل بيه. يعني انا مش هقول احتقان ولكن خلينا نقول كلمه اقرب الى الواقع. عتاب. عتاب يا سلام. شوف احنا الاثنين قلناها في نفس الوقت. عتاب. ليه عتاب؟ الاعلام بلا شك هو الذي يشكل وجدان أمة، هو اللي ممكن يقف جانب مجلس النواب في المهمة الصعبة والهامة والتي يجب أن نحققها جميعا عشان ناخد بيد هذا الشعب إلى 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 مستوى أحسن وأفضل. الإعلام اللي هو ممكن يجعل من أي مشكلة تحل بسهولة وبدون مشاكل وعواقب أخرى يتحول الى مشكله. طيب هنا سؤالي الاخير وعايز تعقيب في ثواني من حضراتكم. احنا كاعلاميين رغم ان انا من اكثر الناس اللي بطالب بوجود قانون الاعلام بكره عشان يضبط الاداء الاعلام، بس انا كيف اطمئن كاعلامي انه مش هتسنوا السكاكين ومش هتعملوا قانون زينب اللي هو عارف القانون اللي زي بالظبط الاخوان كده بقى لك احنا عاملين قانون وهو قانون تهاني، اسم تهاني مش موجوده فيه، تهاني الجبالي مش موجوده فيه، بس هو قانون تهاني. فانا اضمن منين ان انتوا رغم هذه الغصه رغم هذا الاحتقان رغم هذا العتاب مش هتعملوا حاجة موجهة علشان تحموا نفسكم من براثن هذا الإعلام؟ أقول لك شوف مجلس النواب مش هقول المفروض، لأ مجلس النواب هو نبض هذا الشعب. تمام. ولا يمكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، والإعلام له قدر وقيمة وقامة وكل، لا يمكن إلا أن نكون فعلا أوفياء وأمناء وصادقين. يعني لا يمكن أن يكون مثلا هناك وأنا بعمل القانون أحط حتة عشان تامر أداي بس عليا يعني. طيب سيادتك أنت أول المستفيدين من هذا القانون لأن سيادتك إعلامي متخصص في قناة محترمة فبتقدم للناس اللي هم عايزينه، ولكن الإعلامي اللي بيشتغل على الإثارة والمتعة والزعيق وإن أنا أجيب إعلانات بيهدف يقول اي حاجه ويعمل اي حاجه من اجل ان هو يبيع سلعته، سواء اللي بيقوله بيهد جيل بيبني اخلاق احنا رافضينها في المجتمع، هو ده اللي القانون جاي له، عايز ياخد في الاخر 20 مليون كل سنه وكل سنه ونطيبه وما يهموش اي حاجه تاني. اللي هيستفيد حضرتك والمعايير بتاعتنا واضحه وصريحه ان الاعلام في مصر هو اللي ينور الطريق، فلازم نعمل اعلام جيد، قنوات جيده، صحف جيده، اعلاميين جيدين. اتفضل يا استاذ. ده مصلحتنا احنا. كلمه اخيره ارجوك. بخلق مناخ من الحريه الاضافيه بوضع ضوابط وليس لوضع قواعد للمنع. يضبط اداء الاعلام. تقنين مش تقييد. بالضبط. احسنتم. اشكركم شكرا جزيلا، شرفتني يا استاذ ضيا، شرفتني علاء بيه، شكرا جزيلا. اسماعيل باشا كل سنه وحضرتك طيب، نورتني وشرفتني، ونتمنى منكم ان شاء الله ان كل هذه الافكار تترجم الى مشاريع قوانين وسياسات تفيد الناخب اللي انتخبكم ووضعكم في هذا المجلس. تصبحوا على خير، خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله.